منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد هيخوض آخر مبارياته في الدور الرئيسي في بطولة العالم المقامة حاليا في بولندا والسويد. المنتخب ضمن الصعود لدور الثمانية بعد فوزه على البحرين، وبيكفي فقط التعادل اليوم لضمان الصعود كأول المجموعة. خلينا نتكلم أكتر عن فرص منتخب اليد والمباراة المنتظرة النهاردة. معانا ندم جاهد الناقد الرياضي. ندم نورنا، صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكي جمانة. صباح الفل. هي بقى سعيدة جدا لما يكون كمان معانا ناقدة رياضية تحديدا. أنا منحاز جدا للسيدات عندنا، يعني ببقى سعيدة إن عندنا كده سيدات بتتكلم في الرياضة بشكل عام. احنا جامدين قوي على فكرة. طيب ندم، النهاردة منتخب كرة اليد الحقيقة عامل مجهود كبير جدا جدا جدا، مشرفنا. مش بس ده، مش راينا احنا بنشوف حتى الصحافه العالميه بتتكلم ازاي على منتخب مصر لكره اليد. تشوفي مباراه النهارده ازاي، خاصه مباراه النهارده من اكتر مباريات اللي احنا اصلا عاملين حسابها من البدايه بالزبط. مصر والدنمارك. بصي، هو انا شايفه ان المباراه النهارده دي كل اللعيبه واخدها طار، يعني النهارده مباراه الدنمارك دي كل اللعيبه واخدها طار. يمكن احنا كمان شايفين على السوشيال ميديا من امبارح الناس كلها عماله تحمس اللعيبه بشكل كبير جدا، عماله كمان تحط لهم صور الماتش بتاع الدنمارك في بطوله العالم 2021، يعني صور مشاهد انهيار اللعيبه في المباراه اللي احنا لعبناها هنا في مصر وخسرنا في دور الثمانيه، عشان تحفزهم. يعني انتوا بقى ده اللي حصل ال 2021، قدامكم فرصه في 2023 انتوا تعوضوها. اعتقد اللعيبه كلها مركزه جدا، اللعيبه خصوصا ان انت الماتش النهارده ده انت لو تعادلتي او كسبتي فيه انت هتسهلي عليكي المشوار في اللي جاي بشكل كبير جدا. احنا لو النهارده كسبنا هنلعب مع تاني المجموعه الثانيه اللي هي منتخب المجر، فانت كده هتسهلي المشوار شويه، هتضمني، يعني مش عايزه اقول هتضمني بشكل كبير، بس انت هتبقي سهلتي عليكي المشوار انك انت تبقي موجوده اوريدي في المربع الذهبي. لكن النهارده لو انت خسرتي لا قدر الله في المباراه، انت هتصعبي المشوار عليكي شويه، هتقابلي السويد، السويد بتلعب على ارضها وسط جماهيرها، فانت هتصعبي المهم عليكي. فتهيالي النهارده احنا لو تعادلنا او كسبنا النهارده هيبقى مشوارنا سهل في الادوار الاقصائيه اللي جايه. ليه الدول الاسكندنافيه تحديدا هي الاشهر والاقوى في بطولات كره اليد؟ نتكلم عن الدنمارك، السويد، النرويج، دايما منتخبات قويه و متميزه في هذه الرياضه تحديدا، ربما ما بتبقاش متميزه في رياضات ثانيه. بالظبط، لعبتها كلها بتلعب في دوري ابطال اوروبا. فطبيعي بيمتلكوا لعيبه على اعلى مستوى. عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني الفتره الاخيره دي احنا بقى معمول لنا حساب مش اقل خالص من المنتخبات اللي حضرتك بتتكلم عليها. يمكن احنا شفنا في اولمبياد طوكيو الاخيره منتخبنا الوطني داخل المربع الذهبي وخدنا مركز رابع. فانت دلوقتي عدد المحترفين اللي عندنا في منتخب اليد دلوقتي ادولك ثقل بشكل كبير جدا. انت عندك كل اكتر من 8 او 9 لعيبه بيلعبوا في دوريات اوروبا، فانت ما عندكش دلوقتي لعيب. حتى كمان اللعيبه اللي هي دخلت عناصر الشباب دخلت في المنتخب دلوقتي، اللعيبه دي خدت برونزيه كاس العالم في 2019. صحيح. فقدرت تحقق انجاز كبير. صحيح. طب ندى، يعني احنا ان شاء الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله كلنا ثقه طبعا في رجال منتخبنا، لكن احنا شفنا يمكن في بدايه المجموعه خالص شفنا اداء قوي جدا جدا جدا. يمكن حتى واحنا بنتكلم فكان اول مباراه كان كمان كنا متخوفين منها، قلنا دي اول مباراه ان شاء الله عديناها الباقي سهل. بس شفنا كمان امام البحرين احنا كسبنا صحيح، لكن فارق قليل. بالظبط. ليه؟ وهل ده مؤشر يعني يخلينا لا نشد بقى، ولا نقول اللعيبه كانت يعني مريحه نفسها شويه؟ يعني شايفاها ازاي؟ بالظبط. بصي، وانا هقول لك على حاجه، احنا يمكن كلنا واحنا بنتفرج على ماتش البحرين في الشوط الاول تحديدا احنا كلنا كنا حاسين ده مش اداء المنتخب اللي شفناه في مباريات الدور الاول، ولا حتى اداء قدام بلجيكا. انا مش عايزه اقول ان مستر باروندو كان بيريح اللعيبه، بس اللعيبه ساعات كده ايه بتبقى ما بتلعب مباراه شايفه ان هي مش على قدر المستوى بتاع لعبتنا، فهم بيحاولوا ان هم يقللوا الريتم شويه، بيريحوا نفسهم شويه علشان مباراه الدنمارك. دي حاجه نفسيه على فكره، مش حاجه بتبقى مقصوده، مش متفق عليها. بالظبط، هي اللعيبه نازله المباراه حاسه ان المباراه سهله نوعا ما، فكان الاداء او بيوفروا الجهد لمباراه زي مباراه الدنمارك اللي احنا كلنا النهارده مستنيينها، وان شاء الله باذن الله المنتخب يقدر يحقق الفوز.
بتهيألي ان المنتخب زي ما بقول لك ان هو عنده دافع قوي جدا النهارده ان هو يحقق الفوز عشان يسهل المأموريه عليه في الادوار اللي جايه. يعني ما نقلقش، اللي شفناه في البحرين اللعيبه بس كانت بتمقلل رتم زي ما انت ما نقلقش، علشان احنا شفنا يمكن منتخب الدنمارك اتعادل قدام كرواتيا في الدور الاول، وانت كسبتي كرواتيا، فانت يعني بتهيألي ان وكمان الدنمارك خلي بالك النهارده هتبقى نازله عامله حسابك قوي، يعني المباراه اللي احنا لعبناها قدامهم في النسخه الاخيره من بطوله العالم اللعيبه ما كانتش مصدقه نفسها ان هي بتلعب، مش عايز في ناس كتير تقول لك لا ما ده عشان كانت على ارضنا والارض بتلعب مع اصحابها، لا المباراه دي بجد احنا شفنا النجوم بتاعتنا يعني بتاكل الملعب، فالنهارده ده اللي هيحصل لان زي ما بقول لك هو طار، يعني انت لما تبقي تكوني بتتعادلي الاثنين خارج ارضهم اهو دلوقتي بالظبط بالظبط انت بتتعادلي في لغايه اخر الاوقات الاضافيه في المباراه وبتطلعي منهم برميات جزاء، فاعتقد ان دي يعني دافع كبير جدا لمنتخبنا النهارده انه يحقق الانجاز. يعني صحيح ندى قبل الهوا قلت لي احنا دايما بنبدا كويسين قوي قوي وبنيجي في الاخر كده ايه ما بنبقاش قد المستوى، انت خايفه من ايه؟ ايه ابرز المعوقات اللي ممكن تحول دون وصولنا للادوار النهائيه والدور النهائي؟ ايه هي العقبه اللي انت فعلا يعني من وجهه نظرك كصحفيه وناقده رياضيه قلقانه منها؟ هو اللي انا خايفه منه النهارده حقيقي يعني ان احنا ان شاء الله احنا بتمنى طبعا ان احنا نكسب الدنمارك، بس ساعات كده الفرقه يعني هم ماتش الدنمارك بالنسبه للمنتخب من قبل ما يسافر هو ده الهدف ان احنا عايزين نكسب فانا خايفه النهارده لما نتعادل او نكسب اجي اخش دور الثمانيه بثقه بقى كبيره جدا، رغم ان انت لو كسبت النهارده انت هتلعب مع المجر والمجر مش سهله والمجر مش سهله بس مش زي السويد تمام، يعني مش هتبقى نفس قدر منتخب السويد، بس انت هتبقى ليه ده انا كسبت البطل، فده اللي بيحصل للعيبه مصر او يعني ده المنتاليتي بتاعتنا عامه إيه لا ده انا كسبت فانا جامد قوي فانا النهارده هنزل ايه المجر يعني جنب الدنمارك، فده دايما اللي بيحصل لنا في دور الثمانيه تحديدا. يمكن على فكره احنا دي ثالث بطوله على التوالي مصر تبقى في التوب 8، يعني اول مره يعني بقى لنا ثلاث بطولات احنا موجودين في الثمانيه الاوائل، فدي البطوله الثالثه. يعني انا اعتقد انه ممكن النهارده في ماتش النهارده زي ما كنت تتكلمين ندى انه النهارده ننزل متحفزين عشان في طار، بس بعد كده زي ما قلتي نبتدي بقى نهدى، بس الهدوء بتاع الثقه مش الهدوء بالزبط. بتاع انه يعني خلاص احنا الحمد لله قربنا. ايوه وعلى فكره ده اللي بيعمله مستر باروندو، يعني مستر باروندو جارسيا المدير الفني منتخبنا الوطني دايما بيتعامل مع كل المباريات على انها مباريات نهائيه، يمكن احنا شفنا ده كان هو متعصب جدا من اللعيبه في لقاء البحرين، يعني حاسس ان ايه ده اللي انتوا بتعملوه ده يعني صحيح. طيب انت قلتي ان احنا برضو خايفين من يعني الدنمارك هتعدي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على خير، بس عندنا سيناريو تاني خايفين منه، مش خايفين منه بس يعني معمول له حساب زياده شويه، السويد. ايه السيناريوهات اللي منتخب مصر ممكن يقابل فيه السويد او يبعد عن مسار السويد؟ السيناريوهات انت هتقابلي السويد لو انت خسرتي النهارده، يعني الخساره هي الوحيده اللي هتوديكي لمشوار السويد، لكن لو انت تعادلتي او كسبتي انت هيبقى مشوارك مع مشوار المجر، وخلي بالك ان احنا كمان لو لعبنا السويد انت هتصعبي المشوار في دور نصف النهائي لان انت هيبقى مشوارك في فرنسا، لكن لو انت دخلتي دور النص النهائي لعبتي في دور الثمانيه مع المجر فانت هتقابلي اسبانيا، ويمكن احنا قابلنا اسبانيا في المباراه التحديد الثالث والرابع في اولمبياد طوكيو وكنت بتلعبيها يعني كنت هتكسبي بالظبط، فانت هو كل النهارده يعني انا بشوف ده عنق الزجاجه، احنا لو كسبنا لقاء الدنمارك النهارده او اتعادلنا بنسبه كبيره ان شاء الله احنا هنكون في المربع الذهبي في البطوله دي ان شاء الله. ندى انت صحفيه في اليوم السابع واكيد بترصدي كل ردود الافعال الخاصه بوصول المنتخب المصري لهذه البطوله، كيف كتبت الصحافه العالميه عن المنتخب المصري؟ والله الصحافة العالمية بقى لها فترة طويلة جدا منتخب مصر دايما، علشان هو كمان زي ما بقولك فيه نجوم، انت عندك حد زي محمد تانت فالناس بتبقى مهتمية في الصحافة العالمية بشكل كبير جدا، خصوصا هو اصلا اوريدي بيلعب في الدوري الفرنسي، والدوري الفرنسي من اكبر الدوريات اللي في كرة اليد، عندك نجم زي علي زين هو ده حد خد دوري ابطال اوروبا قبل كده، يمكن هو دلوقتي مش موجود في الدوري الفرنسي، راح سوري مش في الدوري الاسباني، خده مع برشلونه، هو دلوقتي موجود في الدوري الروماني، فانت عندك اللعيبه بتاعتك وشها معروف نجوم لوحدهم نجوم أيوة. لوحدهم وهم مهتمين بكره اليد زي كده اهتمامنا بكره القدم او اهتمام الشعوب بالظبط بالظبط بشكل يعني كبير يعني في مساحه قصدي في صفحات الرياضه عندهم بالزبط. لتغطيه
ولا رياضات شهيده برضو؟ لا هي مش رياضات شهيده بالعكس، لا في طبعا عندنا الـ خصوصا في كره اليد الصحافه العالميه بتهتم بيها بشكل كبير جدا زيها زي رياضه الاسكواش ويمكن اكتر. يعني في رياضات كده بتبقى زي كره زي الام بي اي في الباسكت برضو الصحافه العالميه بتبقى مهتمه بيها بشكل كبير جدا. لكن انا بقول لك انت ميزه عندنا ان احنا لعيبتنا معروفه بشكل كبير نجوم في الدوريات الاوروبيه، فهو ده اللي مدينا السبوت علينا اكتر، او الناس كلها بتبقى مستنيه تتفرج النهارده على علي زين، مستنيه تتفرج على محمد سند، لان هم زي ما بقول لك هم نجوم. وعلى فكره هم مش بيقلوا ابدا عن محمد صلاح في كره القدم. يعني احنا بس عشان احنا يعني مهتمين قوي قوي بكره القدم، احنا بالنسبه لنا رياضه كره القدم دي هي الاساس، لعبه الشعبيه الاولى في بلدك، فهي دي اللي بيبقى عليها السبوت طول الوقت. طيب احنا كان في حصل كده سيناريو لطيف جدا واحنا بنلعب قدام المغرب، كان يعني كان المنتخب المصري بيلعب بكامل صفوفه، ما كانش فيه اي غيابات، يعني كان ما كانش بيحصل الموقف ده، ما كانش بيتكرر كتير. النهارده هل هيبقى فيه غيابات ولا هنكون مكتمل برضو، المنتخب هيكون مكتمل الصف، ايه اللي هيحصل النهارده؟ المنتخب بتاعنا الحقيقه هو مكتمل الصفوف كلها النهارده امام الدنمارك. يمكن احنا كان بس مش ما كانش متواجد مع المنتخب في اول اللقاء احمد خيري، ولكن هو وصل من اول الدور الاول وهو جاهز وكل اللعيبه جاهزه بشكل كبير جدا. عفوا. لكن انا عايزه اقول لك كمان حاجه مهمه جدا، يمكن الجماهير كلها كانت متخوفه قبل البطوله دي لعدم تواجد نجم زي احمد الاحمر قائد المنتخب في هذه البطوله. وكمان بعد ما مش متواجد احمد الاحمر لقينا كمان اصابه يحيى خالد النجم اللي بيلعب في مركزه، طبعا اصابه بالرباط الصليبي وهو محترف، فكانت الناس كلها متخوفه بشكل كبير جدا. لكن الحقيقه يعني محسن رمضان لاعب صاعد واعد، هو مخلينا مش حاسين خالص بفرق ان النجوم دي مش متواجده، يعني هو بيلعب وبيأدي الاداء المردود عليه يعني بشكل كبير جدا بجد. دي اهميه ان يكون عندك صف تاني وصف تالت، دي ده اللي بنتكلم فيه طول الوقت، لازم يبقى عندك مش موهبه واحده ومش كادر واحد انت معتمد عليه ومسلطه الضوء عليه، لا لازم دايما طول الوقت يكون عندك مش بدله بس يكون عندك كوادر موجوده مؤهله ان هي تكون موجوده. بالظبط بالظبط. وانت كمان عندك يعني الدفاع والهجوم الاثنين، انت نسب منتخب او احصائيات منتخبنا الوطني في البطوله دي قويه جدا، يعني انت عندك 155 هدف انت قدرت تحققيه يكونوا حصيله اهداف المنتخب لحد دلوقتي في البطوله. يمكن كمان الاحصائيات بتاعت الدفاع عندنا ابراهيم المصري يمكن شفناه هو كان نجم لقاء البحرين، يعني انت لما تلاقي بغض النظر عن ان هو مش اللي حصل على لقب افضل لاعب في البطوله، بس هو فعلا كان نجم المباراه في اللقاء الماضي. سنه 90 الهند قالت احنا ما بنلعبش كوره كويس، احنا بنلعب كريكت، فخصصت ولنقل مديريات الشباب عندها ان هي تصمم ملاعب كريكت في كل حته، فبقوا رواد العالم الاول في هذه اللعبه. في نائب في مجلس الشيوخ تقدم بهذا الطلب وقال لوزير الشباب والرياضه، وقال له احنا صحيح بنشجع الكوره كويس، بس احنا بنيتنا الجسمانيه وتاريخنا في كره اليد افضل من كره القدم، ليه ما يبقاش في كل مديريات الشباب زي ما في ملعب كوره يبقى في ملعب ده. هي الموضوع مش كبير يعني بالظبط، دول 10 دول 5 دول في مساحه قد كده دول في مساحه قد كده، يعني الموضوع ما هوش بالظبط مختلف قوي. وعلى فكره في مراكز الشباب كتيره جدا فيها نجوم، وعايزه اقول لحضرتك كمان ان لو تفتكر كان مشروع الموهوبين كان من فتره طويله كان اللي بيشارك فيه مراكز الشباب، وكان بيتسلط عليه الضوء بشكل كبير جدا. يعني رايك ايه في الاقتراح ده؟ احنا نقدر ازاي نخلي الدوله تهتم اكتر بكره اليد؟ هي طبعا الدوله مهتمه بكره القدم بس احنا في النهايه ما بنعملش نتائج، ليه ما نبقاش احنا؟ طب احنا متميزين في الحته دي، طب يا جماعه ما نراهن عليها ونستفيد من التجربه الهنديه. بس انا عايز اقول لحضرتك ان هو اوريدي فعلا موجود، يعني اللي حضرتك بتتكلم فيه ده احنا عندنا في كل مراكز الشباب، عندنا صالات لكره اليد، يعني في كل مراكز الشباب في مصر عندك صالات لكره اليد. وغير كده كمان بس اهتمام الميديا ما زال مسلط على كره القدم اكتر. ما هو دي بقى اللي احنا بنحاول احنا كمحررين او كصحفيين او كمهتمين برياضه كره اليد ان احنا نسلط الضوء على الرياضه دي بشكل كبير جدا. هو غير اللي هو يعني احنا انحياز لان دي مصادرنا، لكن لا احنا بالعكس، ده احنا يعني عندك منتخب يقدر يحقق المردود ده فانت لازم تبقى وراه مش اكتر. يعني يمكن احنا زي ما انت قلتي، احنا الحقيقه الدوله مهتمه، الاعلام والصحافه
ابتدت مش ابتدت بقالها فتره الحقيقه مسلطه الضوء على النجاح المصري في لعبه ورياضه كره اليد، لكن هو بيبقى انه الاهتمام الشعبي او احنا بالنسبه لنا الناس كلها متعوده هي تتابع كره القدم، كله بيفهم في كره القدم، كله يقدر يدلي بدله في كره القدم، لكن لسه كره اليد الناس احنا بنتكلم على مستوى الناس في الشارع مهتمه اكتر بكره القدم. لكن دلوقتي كمان يمكن الوعي زاد كمان بالانجازات الثانيه، مش بس في الهاندبول او في كره بالزبط. اليد لا، في الرياضات الثانيه حتى اللي بنقدر نحقق فيها انجازات. هي ندى انا بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى ان شاء الله يعني النهارده الفوز لمنتخبنا الوطني. طب انت توقعاتك ايه النهارده؟ لا يا انا توقعاتي ان احنا هنكسب النهارده. فرق كبير ولا بسيط؟ لا مش هيبقى فرق كبير، المباريات اللي بتبقى العصيبه دي استحاله تبقى فيها فرق كبير، يعني لو كسبتي هيبقى فرق هدف او هدفين. يعني احنا نتمنى طبعا الفوز وفرق كبير جدا كمان نتمنى ان شاء الله، اكيد ان شاء الله عشان يقدروا يسهلوا كمان على نفسهم المشوار ويفرحونا ان شاء الله، ويعني يزيدونا كمان فخر. طيب. بيهم. نشكرك طبعا ندى مجاهد، نورتينا. انا بشكرك، ميرسي جدا.